يعني نأتي على محطة التحلية التي تم التبرع بها من مجموعة من المانحين، تمام، في يعني من خلال مؤسسة كثير بصير فلسطين وشركائها مؤسسة دام الأقصى، لا تعمل بسبب يعني تعرض الطاقة الشمسية في الأعلى للضرر، ولا يوجد كهرباء لكي تعمل بالوضع الطبيعي ولا مولد في المسجد. وكما ترون هنا يعني هذه آثار الزجاج المهشم نتيجة يعني الضربات، وهذا حقيقة حال كل المناطق في قطاع غزة، كل المساجد وكل المستشفيات والمنازل. ولا شك أن مسجد يعني أندونيسيا، استقلال أندونيسيا كبير، هذا المسجد العزيز على الشعب الأندونيسي، يعني أكيد سوف يحزن المتبرعين على هذا يعني العطل لكن والدمار، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أنه بعد هذا العدوان أن يتم إصلاح هذه الأمور وأن ترجع كما يعني تكون، ونسأل الله أن يحافظ على هذا المسجد يعني من القصف في أي لحظة حقيقة.